you in the morning, tears are falling. I got a feeling like I fell off a balcony, like I fell off a balcony. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what have you done to me? السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي. كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم اليوم بهذا الفيديو. غادي يكون نهار طويل ان شاء الله، نشارك معكم غديوه وغادي تكون واحد الخريجه ان شاء الله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوناش بلا لايك، والناس اللي انضموا لقناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. الى كان كيهمكم هذا الفيديو خليكم معايا حتى الاخر، وفرجة ممتعه. وقبل ما ندخل للكوزينه غادي نشوفوا هذا البيت، هذا السيجور نخملو. غادي ندير له واحد التخميله خفيفه، يعني ما غاديش نقلب الفراش ولا غير تلمت صبنتهم، غادي نفرشو ونقادو. وهانتوما معايا هذا الخدادي صبغتهم بيدي. كنت ديجا حطيت لكم واحد لا فيديو كيفاش الطريقه ديال الصباغه ساهله مهله. كنت شاركت معكم واحد جلابه، غادي نخليكم الرابط اسفل الفيديو. ولا بغيتو نزيد معكم حصه اخرى ان شاء الله خليوها لي في التعاليق. كيجيو رائعين، كيعطيو واحد المنظر للسيجور اولا للصالون، كيعطيو واحد المنظر. الا بغيتو تزينوا بيوتكم ان شاء الله نشاركها معكم واحد الحصه اخرى ان شاء الله. ونشارك معكم كذلك هاد الطابي اللي كتشوفوا معايا. كنت حطيت لكم واحد لا فيديو كيفاش قطعت هاد الطابي. كنت درت يعني بزاف ديال الطابيات، كنت خديت الفورور وقطعتهم، كل وحده قطعتها في شكل. ان شاء الله نحط لكم حتى هي لوليان ديالهم. ودابا غادي ندير وحده كبيره. هاد الثوب هذا ديال الفورور الدار ديالو بحال الجلد، يعني كيتبت في الارض، ملي كتنزلوه في الارض كيتبت. الا لقيتوه البنات ياخذوه. هاد الشكل هذا راه عجبني بزاف، يعني خديت الشكالات ولكن هذا اللي فضلته عليهم كاملين. خفيف، هو ديال الفورور وخفيف، سهل في النفيض وسهل في التصبين، يعني ما كيمحنيش. يعني الا لقيتوه غير خذوه. انا خديت طرف اخر كبير غادي نقطعو ان شاء الله مره اخرى نشاركو معاكم. صافي غادي نكمل هذا البيت. وكي قلت لكم شوفوا عن قرب الفرور ديالو كي داير زوين، يعني رطب وكيجي المنظر حتى هو ديالو رائع. نتمنى حتى نتوما تزينوا البيوت ديالكم بحال هذا الشكل هكذا. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو ديال الطابيات. صافي غادي نصوب هاد السيجور، نفضلوا الخدادي هادو صبنتهم وعاودتهم كاملين، ورجع معاكم باش ندخلوا للكوزينه. وهانتوما معايا. صافي شطبت هاد البيت، شطبتو ولمطتو، درتو الخديديات اللي بغيتكم. دابا غادي نطلع صافي و ندخلو للكوزينه نشوفو شنو غادي نعملو. ودابا غادي ندخلو للكوزينه نشوفو شنو غادي نوجدو الغدا. غادي نديرو داكشي خفيف ظريف، كاينه بطاطا الحلوه غادي نديرها مع الزبيب قدره كتجي رائعه. قطعت بطاطا الحلوه كتشوفو معايا، درت معاها بصيله مشنفه يعني مقطعه على الطول. زدت في التوابل، كاين سكينجبير، كاين الخرقوم، فلفل اسود، الملح، عويدة القرفه. صافي كنزيد الماء
وكنغطيها ونخليها طيب. يلا طيب شويه كنزيد عليها الزبيب، الزبيب كنغسلو مزيان كننقيه ونغسلو ونرقدو شويه في الماء، ومني كتدخل طياب هكذا في البطاطا كنزيد عليها داك الزبيب كتجي رائعه، وكنقليها مزيان وعاد كنزيد الزيت. دابا غادي ندوزو نشوفو لاداند، غادي ندير دي بروشيت، عندي كيلو ديال الديك الرومي، في التوابل كاين خرقوم، الفلفل الاسود، سكينجبير، والثومه، الثومه بودره اللي كتشوفوا معايا كنكثر الثومه لان الثومه كتعطي واحد البنه خاصه لهاد لي بروشيت. غادي نزيد الخل، واحد المعلقه ديال الخل، هو كيفتي هاد القطبان كيجيو فتيين وكيجيو بنان كذلك. وغادي نزيد النعناع، انا هنايا دايره النعناع، ممكن نديروا المعدنوس، ممكن نديروا النعناع، انا كيعجبني المذاق ديال النعناع، عندي عرشات النعناع قطعتهم مع البصله ونخلط مزيان، وزيد معلقه ديال الزيت. وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم حيت بان لي هادشي مبيض، نزيد لها الخرقوم ونخلطهم كي قلت لكم، نخلطهم مزيان حتى ينسجم هاد التوابل تدخل مزيان في هاد لي بروشيت باش كيجيو بنان، ونرقدهم ونخليهم واحد نص ساعه او لا اكثر، ومن بعد نرجع معاكم. البطاطا ديالي كي كتشوفوا راه طابت صافي، غنزيد عليها الزبيب اولا العنب المجفف، كاين واحد نص زلافه كيبقى لكم على حسابكم، ممكن ديروا قل من هادشي اولا اكثر. صافي هذه البطاطا اللي غنديرها شلاضه، درتها تسلق، غنديرها مع الرز، وهانتوما معايا غتشوفوا المائده ديال الغداء كيفاش غادي نحطوا، غادي نشاركها معكم هذا النهار. بطاطا مي طابت درت عليها شويه ديال زيت العود، كتجي مقليه وكتجي، ما كنديرش انا السكر نهائيا حيت الحلاوه ديال الزبيب وديال البطاطا راه كافيه. صافي غير كتغلي ديك الزيت كطلع مع الغليه كنطفي عليها. لي بروشيت ديالي يعني درتهم يطيبوا هكذا، كنديرهم في هاد الشوايه ديال الضو، صافي نشويهم ونصوب الشلاضه ديالي، كاين شلاضه الفلفله وكاين شلاضه البطاطا والرز، ونمشيو نوجدوا المائده. Trust me.
نرتاحوا شويه. Better to be.